ماشي. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبدا سيكشن جديد في الداتا ستراكشر. احنا اخر حاجه كنا خدناها الاستراكشر نفسه، صح؟ خدنا حاجه اسمها ستراكشر، اتفقنا ان هو مجموعه بيانات مع بعض تحت مسمى واحد، تمام؟ النهارده هناخد جزء جديد اللي هو اللينكد ليست. لينكد ليست هو ايه؟ اللينكد ليست او بشكل اخر قبل ما نقول هو ايه هنقول هو ليه. ليه بناخد حاجه اسمها لينكد ليست من الاول؟ عشان ايه؟ في حاجات صعبه في الاري او في حاجات مزعجه في الاري، وده اللي خلاني فعلا اقدر او اضطر ان انا استخدم حاجه اسمها لينكد ليست، تمام؟ طيب ايه مشاكل الاري؟ ايه مشاكل الاري؟ اللي مش مسألة الترتيب، أنت عندك دلوقتي في الأري هي تعريفها مجموعة عناصر مالها؟ من نوع واحد. طب ما لينكد ليست برضه من نوع واحد، هي مجموعة عناصر من نوع واحد بس متخزنة ورا بعض، صح؟ يعني لما تيجي تخزنها مثلا لو هما دول زي ما أنت شايف سبع عناصر اللي هو من 0 ل 6، خلاص ما دام أنت عملتهم من الأول من 0 ل 6 انتهت. أنت كده رحت حاجز في الميموري ست أماكن ورا بعض. ينفع انك تعدلهم بعد كده؟ لا. انا قصدي ايه بعد كده؟ بعد بدايه البرنامج. ان انت بدات البرنامج عملتهم في الاول ست عناصر، ما ينفعش تدخل اكتر من الست عناصر اللي انت قايله اثناء حياه البرنامج نفسه. طب ايه المشكله في حاجه زي كده؟ المشكله نفترض ان انا بعمل برنامج بيدخل مجموعه بيانات لناس ما اعرفش حجمهم قد ايه، لسه ما اعرفش هم كام. ممكن يكونوا اقل من الاري وممكن يكونوا اكتر من الاري بكتير. فانت ما ينفعش من اول البرنامج تروح حاجز اري مليون عنصر وانت ممكن ما تستخدمهمش، وفي نفس الوقت ما ينفعش انك تحجز خمسه وانت ممكن تكون اكتر من كده. فهي دي مشكله، ومش هتقعد كل شويه تقفل البرنامج وتفتحه. لو انت شغال كموظف في حاجه اقفل البرنامج. في بشر. تمام؟ فهي دي من مشاكل الاري الاساسيه، انك لما بتعمل حجز حجم الاري في بدايه البرنامج خلاص مش هينفع تغيره وانت وسط الكود نفسه، انا بتكلم اثناء الرن. والبرنامج خلاص شغال، تمام؟ طبعا مش هينفع كل شويه تقعد تقفل وتفتح البرنامج، ده مش الشغل ده. فالحل في حاجه زي كده الابروتش اللي احنا استخدمناه اللي هو حاجه اسمها لينكد ليست. لينكد ليست دي مجموعه عناصر بتربطها ببعض عن طريق انك تقول في كل عنصر مين اللي بعده ايا كان هو ايه. فانت بتعمل كده. نعم. طيب ما الدايناميك الوكيشن ده وانس انه خلاص اتحجز مش هينفع تعدله هو شخصيا، يا تلغي القديم وتعمل واحد جديد، ودي عمليه مزعجه برضه. فمش هينفع ما دام في الران تايم حجزت خمسه هم خمسه، دايناميك الوكيشن اي نعم بس هم خلاص بقوا خمسه. مش هينفع كمان شويه لما يوزر يجي تخليهم ست، ما بقاش نافع، انتهت. خلاص؟ فاللينكد ليست اللي بيحصل فيها الاتي، تبقى مجموعه عناصر، لكن بدل ما هي لازقه ورا بعض، لا، انا بخلي كل عنصر فيه جزء كده يشاور على العنصر اللي بعده. تمام؟ بخلي كل عنصر يشاور على العنصر اللي بعده. عشان اخلي الموضوع ماله؟ مفتوح. كل ما تضيف واحد جديد خلي يعني مثلا اخر واحد خالص بيشاور على قيمه، القيمه دي اسمها ايه؟ خدتها في المحاضره اللي هي النل، ان يو ال ال، النل دي يعني ولا حاجه. تمام؟ فانت كده اخر واحد بيشاور على النل، طب واحد جديد جه خلاص هتخلي بدل ما ده بيشاور على النل هيشاور على مين؟ تكسر الرابط ده وتخليه يشاور على العنصر الجديد. العنصر الجديد ده فين؟ ودي ميزه ثانيه، موجود في اي مكان في الميموري. موجود في اي مكان في مين؟ في الميموري. طب يعني هتفرق ايه الحكايه دي ان هو يكون موجود في اي مكان في الميموري؟ هتفرق في ايه؟ من ضمن العيوب الرخمه برضو في الاري ان هم كلهم لازم يتخزنوا فين؟ ورا بعض. طب معناها ايه الكلام ده؟ افترض لو عندك ميموري بالشكل ده. افترض لو عندك ميموري بالشكل ده. انت رحت محمل برنامج في المكان ده. مش ده اللي بيحصل؟ انت لما تحمل برنامج على الميموري اخذ الجزء ده مجموعه الاوامر بتاعته بتحملها في الجزء ده. حلو. جيت كمان شويه رحت محمل برنامج تاني اخذ الجزء ده. انت دلوقتي عايز تحجز اري. تمام؟ انت رحت قافل البرنامج الاولاني خلاص المكان اللي فوق ده ماله؟ بقى فاضي. بالاريسر كده خلاص المكان اللي فوق ده ماله؟ فضي. هو اسود ليه؟ مش مشكلة. الجزء اللي فوق ده بقى فاضي، تمام؟ الجزء ده زائد الجزء ده
مثلا بمليون عنصر 10 اس 6 تمام، والاري اللي انت عايز تعملها مليون، لكن للاسف ما ينفعش تحط المليون بالطريقه دي. الاري مليون ورا بعضها يعني ورا بعضها، ما يكونش فيه اي حاجه في النص. فدي مشكله كبيره بتحصل في الـ في الـ في الميموري بتاعتك، اسمها الفراجمنتيشن، ان المساحه الفاضيه مش على بعضها حته واحده، زي ما انت شايف متوزعه حسب الظروف. انا حملت في الجزء ده حاجه وبعد شويه رحت لغيها بقت هي دي الحته الفاضيه. فقدامي حل من اثنين، يا الداتا بتاعتي لما احطها تتحط يا كمان متوزعه، يا كل شويه اقعد الم البيانات تبقى ايه ورا بعض، البرامج تبقى ورا بعض والحتت الفاضيه تبقى ورا بعض. فمشكله الفراجمنتيشن دي او التقسيم بتاع المساحه الفاضيه، الاري ما تقدرش تتعامل معاها. الاري ما ينفعش ان هي تتحط في اماكن متوزعه بالطريقه دي. لكن مين يقدر؟ اللينكد ليست، لان اللينكد ليست حر زي ما انت عايز حطه في اي مكان، مش مهم، اهم حاجه ان العنوان اللي انت تحطه يبقى متخزن في المكان ده. لو ان العنصر اللي بعده يكون متخزن هنا، ايا كان بقى فوق تحت في اي مكان في الميموري مش مشكله. فزي ما انت شايف في مزايا موجوده في اللينكد ليست ما هياش موجوده في مين؟ في الاري. بس في نفس الوقت الاري فيها مزايا مش موجوده في اللينكد ليست، هي ايه؟ اولا موضوع الاندكس، او بالاصح الراندوم اندكس، او بالاصح بشكل اوضح انك في اي وقت تطلب اندكس معين تعرف تجيبه بسرعه. يعني اقدر اوصل لمين؟ 0 1 3 اقدر اوصل لها بسرعه، الاندكس 3. مجرد ما تكتب الاندكس 3 خلاص انا عارف هو فين، هروح اجيب منه. لكن هنا في اللينكد ليست عشان توصل للعنصر الثالث مش هتنط عليه مباشره، ده انت لازم تروح، لازم يكون معاك الريفرنس بتاع اول واحد اللي بنسميه هيد، ده اللي يعتبر الهيد. تمام؟ تروح بعد كده تشوف النكست، بعد كده تشوف النكست، بعد كده تشوف النكست، لازم تمشي كذا خطوه عشان توصل للعنصر اللي انت عايزه. فزي ما انت شايف الري مالها اسرع في الموضوع ده، سهل انك توصل لعنصر مباشره. لكن في اللينكد ليست لا، لازم تقعد تنط عنصر عنصر لحد ما توصل للي انت عايزه، صح؟ فزي ما انت شايف دي عيب. العيب الثاني في الاري، العيب الثاني في اللينكد ليست عن الاري هو ايه؟ حدش ملاحظه؟ الميموري اوفر هيد، انت بتضطر تحجز مكان زياده كمان عشان البوينتر. لو كان مجرد بس بتخزن ارقام هنا مع اللينكد ليست يبقى رقم وكمان مساحه للبوينتر مع كل عنصر. هناك في الاري مفيش حاجه زي كده، انت بتحط البيانات وبس وخلصت. في زياده شويه في التخزين في اللينكد ليست عن اللي فوق، صح؟ فزي ما انت شايف كل واحد ليه مزايا وعيوب. مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش مزايا وعيوب، لازم في حاجات فيها مزايا وحاجات فيها عيوب، تمام؟ لكن السؤال انت عايز انهي كمزايا؟ يا ترى المزايا دي تهمك اكتر؟ لو انت هيهمك حكايه انه الفراجمنتيشن، لو انت ناوي تحجز حاجه كبيره يبقى احسن لك ده، لان الميموري بالنسبه للاري هتبقى مشكله، ما ينفعش تحجزها كلها ورا بعض. لو عايز تضيف عناصر جديده بعد كده مش هينفع فيها الاري، ما قدامكش غير لينكد ليست. فانت تبقى عارف المزايا والعيوب بتاعه الموضوع وتستخدم حسب ظروفك، حسب الابلكيشن بتاعك. خلاص اتفقنا على الموضوع ده؟ حد عنده مشكله في الفكره بتاعه اللينكد ليست نفسه؟ تمام، يبقى كده احنا عرفنا هو ايه اللينكد ليست وليه اللينكد ليست. تمام، السؤال بقى ازاي تعمل لينكد ليست، ازاي تعمل كرييت ليها في الكود، وازاي تبدا تستخدمها قدر الامكان. خلاص، طيب نبدا نشوف بقى اللينكد ليست نفسه. تعال نشوف ازاي بتعملها كرييت، ازاي بتكتبها في الكود. اللينكد ليست في الكود بتتعرف على انها ايه؟ اي وحده من وحدات اللينكد ليست ما هي الا ستراكشر. ستراكشر بتعرف على انها بالنسبه للي انت تعرفه ستراكشر، لكن في خاصيه معينه مهمه لازم حاجه تعملها جوه الاستراكشر هي اللي بتقول لك ان دي عباره عن عنصر من عناصر لينكد ليست. تعال نشوف بقى هي عامله ازاي. الشيت بتاعنا اصلا هيدور كله حوالين الاستراكشر ده. الاستراكشر ده في ذا فولوينج ستراكشر انسر ذا كويستشنز، كل الاسئله الجايه هتبقى على شكل الاستراكشر ده. الاستراكشر ده عامل ازاي؟ اسمه استراكت نود، وايه اللي جواه؟ انت داتا، في مجرد عنصر واحد داتا. تمام، فيها مشكله فيه؟ تمام، وهيبقى فيه نود استريكس نيكست اللي بعده. دي اهم حاجه، انك بتعرف بوينتر من نفس نوع البتاع بتاعك اللي هي النود بتاعتك او الاستراكشر بتاعك كبوينتر عشان يقول لك مين اللي بعده. تمام، ده مجرد بوينتر توصل بيه لمين؟ للنود اللي بعد كده. خلاص، وما تنساش السيمي كولون. اوكي، كويس. بالنسبه للاستراكشر ده بقى
عايزين نبدا نشوف. انت طبعا انت عارف الرسمه بتاعه الاستراكشر بتاعه اللينكد ليست بتبقى عامله ازاي، اللي هو الهيد وبعد كده اول واحد وثاني واحد واخر واحد دايما بيتعلم بايه؟ بان البوينتر ده اللي هو النود بتاع النكست بيشاور على قيمه نل. ولاحظ انك لازم تكتبها بالشكل ده في الكود، ان كابيتال يو كابيتال ال كابيتال ال كابيتال، لازم كلها كابيتال. لو كتبتها حاجه سمول فيهم او اي منهم سمول تبقى ايرور على طول، كومبايل تايم ايرور، يقول لك ما اعرفوش. مش كلمة محجوزة، هو ثابت. في فرق بين ان هو يكون ثابت وكلمة محجوزة. هو متعرف كثابت. خلاص؟ يعني انت لو قعدت تعريفه مفيش مشكلة. ممكن تعرف متغير تاني اسمه نل وهيلغي طبعا التعريف اللي موجود قبل كده. انت فاهم؟ زي ما تعمل انت اكس وتعمل تعرف تحت انت اكس تاني. هتلغي الاكس اللي فوق. خلينا نشوف الكلام ده واحنا بنحل. تمام؟ طيب المطلوب ايه بقى؟ write a function to count number of nodes in a singly linked list. يعني ايه singly linked list؟ يعني ايه واحدة بس؟ ايه؟ لا هو مين قال ان singly linked list معناه هو اصلا linked list يعني هي list يعني هي كذا نود، ما ينفعش تقول لي single يعني فيها عنصر واحد، لا هي list. لكن السنجل اللي دي بتوصف مين؟ اللينك. السنجل اللي دي بتوصف مين؟ اللينك. الطبيعي بتاعك كده ان في هيد الاتش ورايح على نود وفي منه نقطه رايحه على النود اللي بعدها، صح؟ لاحظ ان السهم على النود من بره. مش مشكله. المفروض تبقى موجودة عشان توضح لك هي بتوصف لمين، لكن المهم دلوقتي الرسمة نفسها عاملة ازاي. فأول واحد بيشاور على أول عنصر الهيد، بعد كده موجود فيه جزء اللي هو البوينتر اللي هو كان نود أستريكس أستريسك بينادي على اللي بعده. ومن هنا تقدر توصل للي بعده لحد آخر واحد اللي لازم بيشاور على مين؟ على النل. تمام؟ ده السنجلي لينكد ليست. إذا كان في سنجلي عشان السنجل اللي هو اللينك الواحدة دي، طب ده معناه إن في ممكن يكون أكتر من لينك؟ آه، في أنواع تانية، أنت في عيب عندك في اللينكد ليست اللي هي دي، ليه؟ لأنها ماشية في اتجاه واحد. يعني أنت لو واقف عند النود دي وعايز ترجع للي قبلها ما تقدرش. عندك أي حاجة تقول لك مين النود اللي قبلها؟ لا، أنا كل اللي أقدر أوصل له النود اللي بعدها مين. لكن اللي قبلها ما عنديش. فالدبل لينكد ليست بيزود كمان فيلد كمان جزء تاني مش مجرد النكست بس، بيقول لك هو كمان مين البريفيوس، عشان لو عايز ترجع لو عايز تمشي في اللينكد ليست دي في اتجاه فورورد او الاتجاه باكورد للناحيه الثانيه تقدر. طبعا احنا الجزء ده بيوند السكوب بتاعنا، احنا مش هنتكلم عن الدبل لينكد ليست، بس انا مجرد بدي لك فكره عن وجوده. لكن اللي انت بتشتغل بيه عندنا مين؟ سنجلي لينكد ليست، عشان البساطه بس مش عايزين نعقد الموضوع اكتر من كده، بس عشان تبقى عارف ان في حاجه في الدنيا اسمها مين؟ دبل اللينكد ليست، عشان تقدر ترجع لورا. خلاص؟ يبقى اللي يهمني هنا مين؟ سنجل لينكد ليست اللي احنا شغالين بيها عادي. طبعا اللي هي ما فيهاش الجزء ده ولا مجرد بتشاور على اللي جاي مين. خلاص؟ طيب السؤال بقى، انا عايز اعمل فانكشن تعد عدد النودز. هتعد عدد النودز دي ازاي؟ يعني انت لما يكون عندك لينكد ليست بالشكل دي، ازاي اقدر اقول ان عددهم ثلاثه؟ فكر كده من قبل ما تشوف الكود. ازاي تتعمل؟ انت اولا قبل ما نبدا كده، انت محتاج ايه عشان تبدا تشتغل في الفانكشن بتاعتك؟ مين؟ الهيد. وش كده لازم عشان تتعامل مع اللينكد ليست محتاج الهيد بتاعتك، البوينتر اللي بيشاور على اول عنصر. وعلى فكره لو ركزت شويه هتلاقي ان نفس الموضوع في مين؟ في الاري. الاري لما تقعد تتعامل معاها تاخد اول عنصر فيها، مش احنا قايلين قبل كده ان اول عنصر هو عنوان الاري كلها؟ تمام؟ فهي نفس الفكره تقريبا، هتلاقوا انهم متشابهين في الحكايه دي. طيب انا خلاص هبدا بالهيد، الهيد بيشاور على اول عنصر. هتعمل ايه بعد كده؟ هتعمل ايه؟ عن طريق الهيد، يا ترى الهيد نفسه هو اللي هتعدله؟ هتخليه يشاور على اللي بعده؟ لا، فعشان كده لازم تعرف ضروري انك في اي فانكشن بتتعامل مع اللينكد ليست لازم غالبا في البدايه بتنسخ القيمه اللي موجوده في الهيد دي في بوينتر جديد، واياك تعدل قيمه الهيد نفسها. لانك لو عدلتها ايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف توصل لينكد ليست تاني، مش هتعرف تمشيهم الترتيب من اولها لاخرها تاني، كده انت خربت حاجه. تمام؟
نعم. مش انا بعمل فانكشن دات ماشي بحلل اوكي هيبقى في مانع ان انا اشتغل عليه. لو انت اشتغلت بالهيد وخليته يتحرك من فانك من نقطه لنقطه مش هتعرف ترجع للاول. ماشي هو ايه؟ يعني مش دي فانكشن بتعد بس. ايه دي فانكشن؟ يعني ايه بتعد بس؟ يعني ايه بتعد بس؟ يعني انت المفروض بتمشي بوينتر على واحد واحد. لو اتحركت بالهيد مش هتعرف ترجع للاول خلاص خلص الكلام. ما هو انا في المين، انا في المين مستدعي الداله دي في المين. تمام الهيد محفوظ عندي في المين. لا ما تنساش انك لما بتبعت للفانكشن حاجه تعتبر عنوان تعديل في العنوان خلاص بقى بيرمننت نهائي ما بيتنسخش. انا هناك عملت انستنس منه. انستنس منه ازاي؟ انت بعت البوينتر نفسه في الفانكشن. انت بعت البوينتر نفسه تنسيت الريفرنس تايب. في حاجه اسمها الفاليو، في حاجه اسمها انك send by reference send by value. هنا ما بتبعتش قيمه تتنسخ، انت بتبعت القيمه نفسها البوينتر شخصيا. اي تعديل فيه بيعدل في الاصل. وانا بعته بالفاليو مش بعته بالريفرنس. قلت لك انت بعته كبوينتر، ما دام بعته كبوينتر يبقى بعته ريفرنس. انت ببعت البوينتر نفسه. تمام؟ زي ما كنا احنا بناخد الترم اللي فات، انت لما بتبعت الاري انت بعت كانك بوينتر لاول عنصر الاري. لو عدلت في اي عنصر من عناصر الاري تعدل الاصل على طول. مش عايزين نقعد في النقطة دي كتير. مش عايزين نقعد في النقطة دي كتير. انا عملت الفانكشن، عملت بوينتر جديد. هتعمل بوينتر جديد ينسخ القيمة بتاعت البوينتر القديم. تمام. الهيد القديم محفوظ. الهيد القديم هيكون محفوظ تمام. ايوه ما ده اللي احنا عايزين نعمله. طب هو لا لما بتبعت بقى كفانكشن انت بتبعت الهيد نفسه. خلاص؟ انت بتبعت الهيد شخصية. لو عدلت فيه هيعدل في الأصل. مش مصدقني بجربه. خلاص؟ مش مصدقني بجربه. بس انا مش هبعته. قلت لك مليون مرة أنت بتبعته ما دام هو بوينتر يبقى ريفرنس، انتهت. البوينتر بيتعامل بريفرنسز، ما بيتعاملش بقيم. خلاص؟ وضحت؟ بجربها أنت بإيدك، ما دام أنت مش مصدقني جربها بإيدك. ما قداميش حل تاني، أنا قاعد أقول. أنت مش مصدق جرب بإيدك. خلاص؟ تمام. يبقى انت هنا لما تيجي تشتغل مع الهيد اياك تغير في قيمته مباشره، لازم تنسخها انت في متغير خاص بيك جوه الفانكشن. يا لو عايز تنسخها من قبل الفانكشن ماشي، بس ما دام انت بعت البوينتر بتاع الهيد مباشره في الفانكشن انت بعته هو شخصيا. اي تعديل فيه هيعدل هو شخصيا. خلاص؟ طيب يبقى اول حاجه هتنسخ من الهيد بوينتر جديد. البوينتر الجديد ده هنسميه مثلا زي ما انت عايز، سميه تمب مثلا او كاونت او ايا كان الاسم، خليه تمب. اول ما التمب ده تدي له قيمه الهيد هيشاور على نفس اللي بيشاور عليه الهيد. تمام؟ هيشاور على اول عنصر. طيب اما تيجي خلاص ايه اللي هتعمله انت بعد كده بقى؟ خلاص بقى عندك واحد نسخ اول عنصر، هتعمل ايه بعد كده؟ خلاص كده انتهت الموضوع؟ مش عايز تعد؟ هتعد ازاي؟ طب عشان تعد يبقى لازم عندك عداد، لازم يبقى فيه متغير بيعد، صح الكلام؟ يبقى لازم اعرف متغير كل شويه قيمته بتزيد. طب هتزيد على اساس ايه؟ على اساس ان كل شويه التمب ده هيشاور على اللي بعده. طب ازاي اخلي التمب اللي كان بيشاور على العنصر ده يشاور على اللي بعده؟ التمب هتساوي الفيلد ده، انا عايز القيمه بتاعت التمب بدل ما هي كانت زي الهيد انا عايز تبقى زي مين؟ زي الجزء ده. الجزء ده اللي انا كنت مسميه هناك ايه؟ مسميه نيكست. طب انا عايز اوصل للجزء اللي هو بتاع نيكست ده عن طريق البوينتر اللي اسمه تم. يبقى عشان توصل للفاليو بتاعت النيكست هتجيب كده تم وتعمل له نجمه عشان توصل لمحتواه، وبعد كده دوت النيكست. دي الطريقه اللي انت عارفها سابقا باستخدام النجمه والدوت. لكن مش كل مره هتقعد تعملها نجمه عشان تجيب المحتوى بتاع تم مش تقدر توصل للنكست. فاسرع كوسيله اسرع شويه عشان تعوض عن الخطوتين دول هتعملها كده تم برضو بتساوي تم شرطه اكبر من شكل سهل نكست. يبقى دي الوسيله اللي اقدر اوصل منها من البوينتر لعنصر جوه اللي بيشاور عليه البوينتر لحاجة جوه اللي بيشاور عليها البوينتر. تمام؟ في أي مشكلة في الجزء ده؟ يبقى دي اللي هستخدمها عشان أوصل لمين؟ للي بعده. يبقى أنا كل شوية هروح على اللي بعده لحد إيه؟ عشان البروبرتي بتاعت
الاقياس دي موجوده ليه؟ عشان البريوريتي بتاعت النقطه دي اعلى من النجمه. يعني ايه اعلى منها؟ يعني لو مفيش اقواس هيحاول يوصل لتيمب دوت نيكست قبل ما يعرف النجمه دي، قبل ما يحاول مع النجمه، تمام؟ فعشان كده لازم احط دي عشان يجيب الاول المحتوى بتاع التيمب اللي هو العنصر التيمب نفسه، بعد كده اوصل للنكست اللي جواه. خلاص؟ وان كان معظم الوقت انت هتتعامل بدي بقى عشان تبقى عارف دي اسهل في الشغل بتاعك، بدل ما كل شويه نجمه ومعها دوت. النجمه دوت هتشتغل برضه بس دي اسرع. خلاص؟ اسهل لك في الكتابه يعني مش اسرع. حلو؟ كويس قوي. نيجي بقى نشوف، انت عارف دلوقتي في بوينتر كل شويه هتوصله للي بعده. لحد امتى؟ لحد ما مره تلاقي ان التمب ده بعد ما تحول للنكست بقى يشاور على مين؟ على النل. يبقى امتى تقعد؟ يبقى المفروض هتعمل حاجه بتكرر كل شويه بتروح على اللي بعده. شرط ان هي يقطع من التكرار مين؟ ان هو بيساوي نل. يبقى شرط التكرار ان هو لا يساوي نل. شرط التكرار ان هو لا يساوي نل. اول ما بيساوي نل تطلع من اللوب. يعني انا اعمل حامل وايل لوب. الوايل لوب دي بتبدا من عند اول عنصر وكل شويه تروح للي بعده. اول ما تلاقي ان التم بتاعتك بقت بتساوي نل، ايه اللي هيحصل؟ اطلع بره اللوب. يبقى طول ما هي لا تساوي نل كرر. تعال نشوف الكود عامل ازاي. لاحظ ان الناتج من العمليه بتاعتك ناتج الفانكشن ايه؟ ناتج الفانكشن هتطلع ايه من الفانكشن في الاخر؟ ايوه اللي هو الكاونت العدد. يبقى لازم يبقى فيه الخارج بتاعك نوع انتجر والداله اسمها كاونت او لينث زي ما انت عايز، والدخل بتاعها هيكون الهيد. لاحظ ان كاتب قبل البوينتر كلمه استراكت. اشمعنى؟ الكلمه دي اوبشنال، يا تكتبها يا ما تكتبهاش. لو كتبتها مجرد بتاكد ان النود دي عباره عن استراكشر، ما كتبتهاش مش مشكله. الكلمه دي اوبشنال اختياريه. هي ككلمه استراكت هي كي وورد، بس بالنسبه لك في الفانكشن مش شرط ان هي تتكتب. خلاص؟ كسي مش سي بلس بلس، بالنسبه لي في الكتابه مش هتفرق. خلاص؟ طيب استراكت نود استريك هيد، تمام؟ اول حاجه هتعملها في عندك اكونت بتساوي صفر، في حاجه مهمه هناك. لحظه ان انا بسجل، انا مش عارف ايه المهم يعني. دي اخر مره انزل فيها، لو لمحت او شكيت او شفت واحد زي ما يكون بيتكلم هطلعه. كل واحد يحرص على نفسه، ما ينفعش الكلام ده. ما بقاش انا اقعد اشرح وانتوا بتتكلموا مع بعض، تكلموا مع بعض في ايه؟ ايه اللي مهم قوي دلوقتي؟ انت كاونت بتساوي صفر، تمام؟ العداد بتاعك. وهتعمل متغير تاني اسمه كارنت بدل تمب، مش مشكلة. عبارة عن بوينتر من النوع نود، هتحط فيه قيمة الهيد، هتنسخ فيه قيمة العنوان. اياك تغير في الهيد مباشرة، انسخ قيمة في متغير تاني ويبدأ يشتغل بيه. تمام؟ طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هبدا اعمل وايل لوب. الوايل دي بتقول طول ما الكرنت ما بتساويش نل، طول ما البوينتر بتاعك ما بيشاورش على نل، اعمل الاتي. هتعمل ايه؟ لازم في قوس بدايه. كاونت بلس بلس زود العدد بواحد، وبعد كده الكرنت هتساوي كرنت نيكست. خلي البوينتر يشاور على اللي بعد. بس بنهايه اللوب المفروض ان هيكون معاك العدد وتقدر تعمل له ريتيرن للكاونت. تمام؟ الفانكشن فيها اي حاجه صعبه؟ لاحظ ان هنا وايل كارنت ما لا تساوي النل. اشمعنى خليها هنا كده بالشكل ده؟ السؤال هو لو الهيد بتاعك اصلا بيشاور على النل لسه فاضيه، ايه اللي هيحصل؟ الكاونت هيكون بيساوي صفر، واول ما تيجي هنا هتلاقي ان الشرط لا يتحقق لان هو بيساوي نل، فهيطلع بكاونت بكام؟ بصفر. ده صح فعلا، العدد بصفر. وفي اي حاله ثانيه يكون فيها اي عدد من النودز اكيد هتتعدى. تمام؟ تمام كده، في اي مشكله في الكود؟ لاحظ حاجه، انت لو ركزت شويه في طريقه كتابه الوايل هتلاقي ان هي ممكن تتحول لفور. صح؟ في عندك انيشاليزيشن ان الكرنت بتساوي هيد، وفي عندك كونديشن، وفي عندك ابديت. مش الكرنت بتساوي كرنت نيكست عامله زي الابديت؟ لاحظ ان على فكره الشكل ده هتلاقيه يشبه قوي مين؟ يشبه مين؟ لا انا بتكلم على يشبه التعامل مع الاري. بتبدا بي بوينتر كان بيساوي صفر، انت فاكر مش عندك الاي، يشبه بالنسبه لنا شويه البوينتر اللي بيشاور على اول عنصر اللي هو الزيرو، وبعد كده اقل من النهايه اللي انا بالنسبه لي النهايه اللي هي لا تساوي النل،
وكل مره كنت بتزود الاي بواحد عشان يروح للي بعده. ما هي دي برده تخلي البوينتر يروح للبوينتر اللي بعده معايا. فانت كده بتشبه شغلك قوي بمين؟ بالاري. يشبهها شويه من ناحيه المبدا مش من ناحيه الكود طبعا، طريقه كتابه الكود مختلفه، بس انا بتكلم من ناحيه المبدا تمام. فانت لو عايز تكتبها بالوايل ماشي، عايز تكتبها بالفور ماشي، ما فيهاش اي مشاكل. يبقى فانكشن دي ممكن اكتبها بالوايل او بكتبها بمين؟ بالفور، الاثنين صح. طيب نشوف اللي بعده. الفانكشن اللي بعدها بتقول ريفرس اسنجلي لينكد ليست. حلاوه ريفرس. يعني ايه ريفرس؟ يعني تعكس. طب يعني ايه تعكس؟ يعني هتعكس ترتيب العناصر. يعني ايه برضو؟ يعني لو عملت بالشكل ده كان في عندك هيد، الهيد بتشاور على اول عنصر صح؟ واول عنصر بيشاور على تاني عنصر، وتاني عنصر بيشاور على تالت عنصر، وخلينا كمان عنصر عشان يبقى اربعة، واخيرا اخر عنصر بيشاور على النل. طيب الدنيا حلوه اهو. ازاي تعمل ريفرس؟ تعمل ريفرس انك هتعكس الاتجاه. يعني بدل ما ده كان بيشاور على اول عنصر، الهيد هتخليه يشاور على مين؟ على ده، وده هيشاور على اللي قبله، العنصر ده هيشاور على اللي قبله وتلغي اللينك دي، وده هيشاور على العنصر اللي قبله وتلغي اللينك دي، وده يشاور على العنصر اللي قبله وتلغي اللينك دي، والاخراني ده هيشاور على مين؟ على النل. اللي كان زمان الاول هيبقى دلوقتي مين؟ اخر واحد. بعد ما تعمل ريفرس لينكد ليست، يبقى المطلوب من الريفرس لينكد ليست انك تعكس الاسهم دي كلها واحد واحد، تكسره وتقلبه، تكسره ايه؟ وتقلبه. طب تعالى نشوف كده كود هيبقى ماشي ازاي. احنا كده عرفنا ايه اللي مطلوب. طب افترض انت جايب الكود ده مثلا من على النت وعايز تقراه، عايز تعرف هو شغال ازاي. ايه رايكم نمشي خطوه خطوه ونحاول نستنتج هو بيعمل ايه؟ انا عايزك تتعلم انك لما تكون جايب كود تعرف تقراه تفهمه. طبيعي في حياتك في شغلك في كودنج انك مش لازم هتكتب كل حاجه، ممكن في بعض الاوقات تضطر انك تجيب كود من بره، مش عارف تعمل الموضوع ده بايدك فتضطر تجيب. اللي يهمنا انك تعرف تقراه وتعرف تفهم هو بيعمل ايه. تمام؟ تعالى نقرا مع بعض كده نشوف الكود هيشتغل ازاي. ادي عندي لينكد ليست اهي موجوده، فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. الدخل بتاع اللينكد ليست اكيد هيكون ايه؟ بتاع الفانكشن؟ هيكون الهيد. طيب ده كله انا محتاجه، لاحظ ان في خارج نود. وهنعرف الموضوع ده ليه؟ ليه بيرجع نود؟ هنعرف الكلام ده واحنا شغالين. المهم ان انا ببعت الهيد بتاعي في الفانكشن. طيب حلو قوي. هنلاقي ان اول حاجه بيعمل نود جديده اسمها كارنت. بوينتر هنا بيشاور على نفس اللي بيشاور عليه الهيد اسمه ايه؟ كارنت. هعمله حرف السي عشان ننجز في الكتابه. تمام؟ يبقى عندي بوينتر اسمه سي. طيب بعد كده عندي بوينتر تاني اسمه previous بي بيشاور على مين؟ على النل. وكمان بوينتر تالت اسمه next بيشاور على مين؟ على النل. يبقى دي الحاله الابتدائيه بتاعتي لحد دلوقتي. طيب نبدا نشوف بعد كده. هنلاقيه عامل while loop. ايه ده؟ while current. يعني ايه while current؟ السؤال بقى هو لما يحط وايل كارنت هو متوقع ايه؟ هو السؤال هو هي الكارنت قيمتها ايه؟ قدامها قيمه من اثنين، يا تكون بنل يا ما تساويش النل صح؟ كأي بوينتر، لان الكارنت دي هتتغير قدام، يا اما بتساوي نل يا ما بتساويش نل. السؤال بقى النل نفسه قيمته بايه؟ النل نفسه في ايام السي زمان كانت قيمته بصفر. النل كانت قيمته بصفر. واللي تعرفه من ايام زمان انك لما يكون عندك كونديشن ترو فولس وجواه صفر، الصفر بتعتبر ايه؟ بتعتبر ايه؟ ترو ولا فولس؟ فولس. الكلام ده واخدينه من السنه اللي فاتت. الصفر معناها فولس، واي حاجه ثانيه ايا كانت معناها ايه؟ ترو. فكده معناها ان النل بتساوي فولس، وانه اي حاجه ثانيه غير النل بتساوي ترو. حلو؟ يبقى كده while current معناها while لو current ما بتساويش null تبقى معناها true.
ولو كانت الكرنت بنال معناها ايه؟ يطلع. يبقى دي بتساوي بالظبط وايل كرنت لا تساوي النال، طول ما الكرنت ما بتساويش نال، لان هي لو ساوت في اي وقت نال هتعتبر ايه؟ بفولس وتطلع من الوايل. يعني انت ممكن تكتبها وايل كرنت بس يا اما وايل كرنت لا تساوي النال، الاثنين صح. حد فاهم دي كويس ولا في عندك مشكله فيها؟ تاني كرنت لو ما بتساويش نال يبقى كده وايل ترو، شيل الكرنت وحط قيمتها اللي هي لا تساوي النال معناها وايل ترو. طب في اي وقت الكرنت بقت تساوي نال ده معناها فولس يطلع منها. تكافئ بالظبط انك تقول وايل كرنت لا تساوي النال، لانها لو ساوت النال هيطلع برده. خلاص ارجو ان تكون دي واضحه. طيب ماشي، يبقى هو بيعمل شرط على لا تساوي النال، ماشي ما هي نفسها، ما بقول لك هي نفسها. عايز تكتبها كده ماشي، عايز تكتبها كرنت بس برده صح. تمام طيب وايل كرنت لوحدها صح، والمقصود بيها انك اول ما تساوي نال اطلع من اللوب. يبقى تتوقع ان الكرنت ده هيعمل ايه؟ هيمشي على اللينكد ليست عنصر عنصر لحد ما يوصل للنال، هيطلع لما توصل للنال صح؟ حلو قوي. تعالى نشوف الخطوات اللي جوه ايه اللي هيحصل. اول حاجه خالص النكست بتساوي كرنت نكست، خلي النكست ده بدل ما كان بيشاور على النال هيشاور على مين؟ على اللي بعد الكرنت. على مين؟ وحتى ده واضح من اسمه، ده نيكست يعني اللي بعد الكرنت. فالنيكست هيشاور على مين دلوقتي؟ على ده صح؟ طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان البريفيوس الكرنت نيكست بتساوي بريفيوس، يعني اكسر اللينك اللي هي بتاعت النيكست دي بدل ما هي كانت رايحه كده خليها تشاور على اللي بيشاور عليه مين؟ البريفيوس. اكسر دي وخليه يشاور على مين؟ على اللي بيشاور عليه البريفيوس اللي هي النل. يبقى ده هيشاور على مين دلوقتي؟ على النل. معلش انا جايب السهم من فوق. يبقى كده بدات شويه تتحقق الحكايه، مش احنا كده اول واحد بقى يشاور على النل زي ما كان متوقع في عمليه الريفرس. طب حلو قوي. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هيروح قايل لك الكرنت بتساوي بريفيوس، ان خلي البريفيوس يشاور على مين؟ على اللي بيشاور عليه الكرنت. اللي انا كنت واقف عنده دلوقتي هو يعتبر السابق، يبقى هشيل ده وهخلي البريفيوس يروح يمين للكرنت. تمام. في الحاله دي احنا وصلنا لايه؟ احنا لحد دلوقتي عملنا ايه؟ كسرنا اللينك خليناه يشاور على الناحيه الثانيه، خلينا اخر واحد ده اللي هو اول واحد كان زمان بقى يشاور على النل، بقى بالنسبه لي يعتبر اخر واحد، وبقى في نيكست بيشاور على اللي بعد كده، وفي بريفيوس بيشاور على اللي قبل كده. تمام. وعندي كارنت لسه واقف هنا. المطلوب دلوقتي ان الكارنت ده يروح فين؟ اللي عليه الدور بعد كده اللي هو مين؟ النيكست صح. عشان كده هتلاقي ان كارنت بتساوي نيكست كاخر حاجه. الكارنت هيساوي مين؟ النيكست. ايه اللي انت شايفه دلوقتي عندك؟ بقى فيه في كل مره هتلاحظ ان اللي بيحصل الاتي. في البدايه كان الكرنت واقف على الهيد صح، والبريفيوس كان هو النل، والنكست كان اللي بعد كده. لازم النكست ايه؟ انه ده اللي في الاخر هتتحرك له عشان ابقى عارف هو مين. قبل ما تكسر اللينك لازم تبقى عارف مين اللي بعد كده، لانك لو كسرت اللينك وانت مش واخد ريفرنس ليه راح. صح الكلام؟ لازم تبقى عارف هو مين قبل ما تكسر اللينك. عشان كده بتخلي النكست بتساوي كرنت نكست. بعد كده تروح كاسر اللينك تخلي الكرنت دلوقتي النكست بتاعه يشاور على اللي قبل كده عشان تعمل عمليه الريفرس. يعني دي اهم خطوه، دي اللي فعلا بتعكس، دي اللي فعلا بتقلب. تمام. وبعد كده هتخلي الكرنت هو البريفيوس عشان خلاص اللي كنت واقف عليه ده خلاص انا هسيبه. فده بقى بالنسبه لي بقى مين؟ بقى القديم اللي انا هسيبه دلوقتي بقى القديم، والجديد هو اللي بعد كده، هو اللي هيبقى دلوقتي بتاعي. تمام. خلاص خلينا نشوف الخطوه بعد كده هيحصل ايه. لاحظ ان كده اصلا انتهت اللوب. نبدا نجيب اللوب من الاول. النكست بتساوي كرنت نكست، يبقى النكست بدل ما كانت بتشاور على ده هتشاور على مين؟ على اللي بعد اللي هو ده صح، اللي بعد الكرنت فعلا هو اللي بعد عشان انا خلاص ناقص. والكرنت نكست هيشاور على البريفيوس اللي هو كان زمان مين؟ اول واحد، واللي دلوقتي يعتبر اخر واحد. فتروح شايل كده اللينك اللي في النص ده زي ما ده اتشال، هتشيل ده كمان وتخليه بدل ما كان بيشاور على ده هيشاور على مين؟ على اللي ورا.
الكرنت نيكست هو بقى مين؟ البريفيوس. صح كلام؟ كويس كده. انا فعلا خلصت دي وكسرت. دلوقتي الكرنت هتحط في البريفيوس، البريفيوس هيتحرك كده هيبقى مش هنا، هيشاور على اللي بيشاور عليه كرنت اللي هو ده. واخر حاجه النكست هيتحط في الكرنت، هخلي الكرنت هو كمان يتحرك يروح لمين؟ للي بعده اللي هو ده. الله يكرمك. ثواني دلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص دلوقتي. تمام تمام. طيب نكمل. زي ما انت شايف كده كل مره بيتحرك فيها البوينتر في البدايه بيبقى كرنت هو اللي واقف على اللي عليه الدور ان هو يتقطع، تمام، ان هو ينكسر، والنكست بيروح للي بعده. تمام. فاحنا عندنا دلوقتي هتلاحظ ان كل مره النكست بيشاور على اللي بعد كده عليه الدور، اللي في الاخر خالص الكرنت هيتحرك له، تمام. واللي بيحصل انك بتكسر اللينك بتخلي البوينتر اللي كان واقف هنا دلوقتي يشاور على اللي قبله. كرنت النكست بتاعه هو البريفيوس عشان يعمل العكس فعلا، وبعد كده بتخلي الكرنت دلوقتي هو الخلاص قديم والنكست هو اللي هيبقى كرنت. الخطوات دي فيها اي مشكله؟ ولاحظ ان احنا لما نكمل على الاخر خالص هتلاقي انه فعلا عكس. خلينا نكمل دلوقتي. نيكست بقى يشاور على البريفيوس، اسف، النيكست بقى يشاور على كرنت، الاثنين بقوا زي بعض. يبقى انا كده خلصت اخر واحده في دول. نرجع نجيب تاني من الاول. الاول بتقول خلي النيكست يروح على اللي بعده، اللي بيشاور عليه كرنت كده هيروح على اللي بعده، على اخر واحد. وهتكسر اللينك ما بين الكرنت اللي هو ده والبريفيوس احنا، وتكسر اللينك اللي كانت رايحه دي وتخليه يشاور على مين؟ على اللي قبله. تمام. بعد ما كسرت اللينك خلاص هتخلي الكرنت يتحط في البريفيوس، الكرنت هيروح البريفيوس كده هتتحرك تتشاور على اللي بيشاور عليه الكرنت هنا، والكرنت هيتحرك يبقى مين؟ يبقى نيكست. النكست هتحط في الكرنت وبالتالي الكرنت هيتلغى، مش هيشاور على ده، هيشاور على اللي بيشاور عليه النكست اللي هو مين؟ اخر واحد. خلاص. وهيبقى ناقص اخر حاجه خالص تتعمل اللي هي مين؟ كده هبدا من الاول تاني. النكست يشاور على اللي بعده اللي هو مين؟ كده وصلنا لاخر حاجه اللي هي النكست هيشاور على نل. النكست هيشاور على النل اللي هي كانت اخر حاجه، والكرنت النكست بتاعه هيشاور على البريفيوس. هتروح شايل اللي كان لينك اللي رايحه دي وهتخلي ده يشاور على اللي قبله. صح؟ وبكده يبقى خلاص دي، يبقى البريفيوس هيساوي الكرنت، البريفيوس هيشاور على اخر واحد. ويبقى ان الكرنت يساوي نيكست. تروح شايل اللينك ده وتخلي الكرنت يساوي على، يشاور على نيكست اللي هو اخر حاجه. بان السي كرنت يشاور على نل معناه ان انا هطلع من اللوب. صح؟ السؤال بقى لما اطلع من اللوب مين من البوينترز دي بيشاور على الهيد؟ مين؟ الكرنت بيشاور على نل والنكست بيشاور على نل، مفيش غير بريفيوس. يبقى البريفيوس ده هو يعتبر الهيد الجديد بتاعي. صح الكلام؟ كده البريفيوس ده هو الهيد الجديد بتاعي، وده اللي انا بعمله في الاخر ريتيرن. ريتيرن بريفيوس. يبقى النود اللي بترجع دي عباره عن ايه؟ الهيد الجديد. يبقى الهيد القديم ده هتتخلص منه والهيد الجديد ده هو اللي هتستخدمه. السؤال بقى ليه ما تخليش بدل ما تقول ريتيرن بريفيوس دي تقول ان الهيد بتساوي بريفيوس؟ مش كان احسن تروح قايل كده هيد بتساوي بريفيوس؟ مش كده هيجيب العنوان اللي بيشاور عليه previous ويحطه جوه الهيد؟ طيب انا عايز فعلا اغيره، ما هو هيتغير. وعلى فكره لما اجي انادي على الفانكشن دي هتلاقي ان انا بقول هيد بتساوي ريفرس ليست وابعت الهيد برضه. تبعت الهيد وبتاخد النتيجه الجديده تحطها في هيد. لازم طبعا. اصل الهيد دلوقتي بقى يشاور على اخر عنصر. بعد ما عملت ريفرس الهيد كده بيشاور على مين؟ على اخر عنصر، وده ما ينفعش. انا عايز اشاور على اول عنصر. ماشي دلوقتي انا
استنى عليا، احنا دلوقتي اللي انا عايز اقوله ان انا عندي previous. previous ده اللي هو مين؟ حاليا دلوقتي بعد انتهاء الدلع هو بقى اول عنصر. مش هيكون احسن لي ان انا اقول previous بتساوي head كده، ولا ان انا ارجعها return وارجع احطها تاني في الهيد؟ ما لازم اعملها return واحطها في الهيد. ايه بقى الفرق ما بين دي وان انا اعمل return؟ في فرق مهم جدا، ان البريفيوس ده عباره عن نود، عباره عن ستراكشر اتعمل جوه الفانكشن، صح؟ وبما ان هو جوه الفانكشن، ما دام انت مش هتعمل له ريتيرن بيتعمل له ديستراكشن، بيترمي. فانت لو جبت البريفيوس ده وحطيته جوه الهيد وانت راجع هتحصل مشكله. البريفيوس ده ككونتنت هيتلغي، مش هيلحق يتنسخ للهيد، هيطير، هتلاقي العمليه لخبطت خالص. فلازم تعمل له ريتيرن عشان يحتفظ بقيمته وتقدر تحطها في الهيد اللي انت معرفه هناك. هي حاجه غريبه، بس انا فعلا لما جيت اجربها وعملت الصرف ده في الاخر بدل الريتيرن، الدنيا كلها اتلخبطت خالص في ريفرس. تاني، البريفيوس ده متعرف فين؟ جوه الفانكشن، عباره عن متغير لوكال، المفروض بنهايه الفانكشن تماما المتغير اللوكال ده ماله؟ هيتدمر، هيتشال اللي فيه، وهيعتبر العنوان اللي بيشاور عليه خلاص، محدش بيشاور عليه، وبالتالي لو حطيته جوه هيد مباشرة كده هيخرب الدنيا، هيخرب الهيد وهيتلغي، وهيتلغي من الهيد هو كمان. هيعمل لي مشكلة. مش أنا حطيت فاليو جوه الهيد. طيب، ما أنا حطيت فاليو جوه الهيد. الفاليو دي بتشاور على مكان بيتدمر، فهو بيدور على أي مكان تبعه خلاص ويشيله هو كمان. فبيخرب لك الدنيا جدا. تمام؟ لكن لو عملت لها ريتيرن هيحتفظ بيها لحد لما يرجعها للمين، والمين يبدا يستخدمها هناك عادي من غير ما يدمر اي حاجه. فاهم انا قصدي ايه؟ فهي دي المشكله، ما ينفعش انك تعملها بالطريقه اللي انا كاتبها بايدي بالخط الازرق، لانه هيخرب الدنيا. لازم تعمل لها ريتيرن عادي جدا وتحطها جوه النود. ده حل. الحل الثاني هو ايه؟ انك من الاول تعرف الهيد ان هو جلوبال فاريبل وتقدر تحط فيه قيمه زي ما انت عايز، لانه كده كده مش هيتدمر ولا حد يقدر يقربها. هو اصلا ادرس، هو ادرس. هي المشكله ان هو ادرس، انت ما ينفعش تدي له ادرس لانك كده هتبقى ادرس للادرس. ما ينفعش، انت بتبعته هو نفسه ادرس. هو نفسه يعتبر ادرس. ممكن لو عدلت فيه ماشي، بس هتخرب الدنيا لانك القيمه اللي انت حاططها دي بتتدمر فبتدمره. تمام؟ فبلاش انك تحط فيه كده لانه هيخرب الدنيا جدا. تمام؟ حتى دي من الاسباب انك بتنسخ منه، ما بتعدلش فيه مباشره. يعني كنت بتعمل ريتيرن هتبوظ. تمام؟ هتلاقينا عمرنا ما بنحط في الهيد مباشرة، لازم ننسخ منه الأول. خلاص؟ بشكل صريح بالشكل ده. نعم. ليه لما أقدر أرجع أشاور على الأهلية ليه الدبل؟ فين الدبل لينك ليست؟ لو كان عندي دبل لينك ليست كان هتبقى أسهل. عملية الريفرس كان هتبقى أسهل. انك مجرد بس هتدور على اخر واحد كان مين وتخلي الهيد بيشاور عليه، انا كده كده رايح في الاتجاهين، مش محتاج اصلا العمليه دي كلها، انا بس بعكس الاتجاه. معايا؟ يعني انت عايز تمشي في اللينكد ليست، عايز تمشيها ريفرس، خلي الهيد زي ما هو وهات بوينتر تاني شاور لي على اخر عنصر وامشي بالبريفيوس مش بالنكست. مش عندي اتنين بوينتر، واحد بريفيوس واحد نكست. هو كده كده انا مش عايز اكمل معاك مناقشه، لان احنا كده كده مش هنكمل، لا مش هنكمل مع الدبل ولا هتتسال فيها، انا بس بقول لك ان هي موجوده ما تتعمقش فيها دلوقتي. خلاص كويس، في مشكله كده في الريفرس. تمام، ندخل في فانكشن اللي بعدها. How can you find the nodes with repetitive data in a linked list؟ ازاي تعرف تجيب النودز اللي فيها داتا متكرره؟ طب تعالى كده نفكر فيها ازاي نقدر نعمل حاجه زي كده على الاري الاول، وبعد كده نشوف ازاي نقدر نعملها على لينكد ليست. ازاي تقدر تعمل حاجه زي كده على الاري؟ تقارن كل عنصرين ببعض، تجيب اول واحد وتقارنه من الثاني للاخير. لو لقيت اي واحد فيهم، لو لقيت الواحد يساوي اي واحد فيهم يبقى ده متكرر. بعد كده تجيب الثاني وتقارن بيه من الثالث للاخير، وبعد كده الرابع للاخير والخامس للاخير وهكذا لحد الاخر، صح؟ ده يكفي انك فعلا كده تكون قارنت كل واحد بالباقي كله، وده المطلوب. ما ينفعش كل اثنين ورا بعض، لانك كده مش هتعرف تقارن الثاني بالخامس مثلا، كل اثنين ورا بعض مش هتوصلك للخامس. تمام؟ وما ينفعش من اول مره، انك بتقارن الاول بالناس كلها ما بتقارنش الثاني بالناس كلها، مش هينفع، ما ينفعش اول لوب. تمام؟ كده احنا نعرف نعملها كمين؟ ك
كاري. طب ازاي تعملها؟ كلينكد ليست. كلينكد ليست هتجيب البوينت، هتعمل اتنين بوينتر، بوينتر يشاور على اللي انت ماسكه دلوقت، وبوينتر التاني بيتحرك من التاني للاخير، وبعد كده اتحرك البوينتر اللي كان بيشاور على الاول يشاور على التاني، واللي كان التاني ده هيشاور على اللي بعده لحد الاخير، وهكذا في كل مره. يبقى تحتاج بوينترين تبدا تشتغل بيهم. تمام. فالانسر هتكون الاتي. تمام. فانت عندك دلوقتي الاجابه انت محتاج فيها خارج، الخارج بتاعك هيكون انك بتطبع النود المتكرره بس. الخارج بتاعك انك بتطبع النود المتكرره فقط مش اكتر، انت مش محتاج خارج معين. الخارج بتاعك void ولا حاجه، واسم الداله find duplicates اظهر المتكرر، وهنا عامل بوينتر اسمه ليست. مش مشكله، عايز تسميه ليست، عايز تسميه هيد، سميه الاسم اللي انت عايزه ايا كان هو مين. تمام. كويس. طيب هنعمل اتنين بوينتر زي ما اتفقنا. بوينتر هيكون الفيرست اللي انت بتقارن بيه، وبوينتر تاني اسمه السكند اللي هو بياخد من اللي بعد الفيرست لحد الاخر. فالفيرست هيكون بالليست لانه بيبدا ببدايه الاري، بيبدا ببدايه اللينكد ليست صح؟ والسكند هيساوي كام؟ حاليا ملوش لازم انه يكون ليه اي قيمه، لو اديت له نال ماشي، ما اديتلوش نال مش فارق. ليه؟ لانك هتدخل جوه اللوب وايل فيرست، وايل فيرست. لو الفيرست نفسها كانت بتساوي نال، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع من اللوب. لا مش فيرست بتساوي نال، معناها ان مفيش عندك اصلا اي عناصر، مفيش اي حاجه متكرره، يبقى هيطلع من اللوب مش هيعمل اي حاجه. يبقى طول ما هي ما بتساويش نال يعني في عناصر، او في على الاقل عنصر واحد. هتعمل ايه؟ انا كده فعلا الفيرست بيشاور على اول واحد، ناقص ان السكند يشاور على مين؟ على اللي بعد الفيرست. يبقى السكند بتساوي فيرست نيكست، اللي بعد الفيرست. حلو قوي. طب بعد كده هتعمل كمان لوب. اللوب دي بتعمل ايه؟ هي السكند بتشوف الاول السكند بتساوي نال ولا لا؟ لان لو طلع السكند دلوقتي بنال يبقى ما عندكش عنصر واحد، ما عندكش اي تكرار، يبقى هتطلع. عشان كده في عندك وايل سكند. لو السكند بتساوي نال يبقى خلاص هطلع من اللوب. والفيرست هي كمان واضح انها هتعمل لها ابديت، بس اكيد مش هنا، هتعمل ابديت فين؟ في الاخر خالص، عشان تخلي الفيرست يروح للي بعده، هو كمان الفيرست شخصيا هيروح للي بعده. طيب وايل سكند، وايل سكند ما بتساويش نال، هتعمل ايه؟ هتقارن القيمه اللي موجوده في الفيرست بالقيمه اللي موجوده في مين؟ في السكند، صح؟ هتقول اف فيرست داتا بتساوي سكند داتا، اطبع الداتا دي، صح؟ يبقى لو سكند داتا بتساوي فيرست داتا، تطبع الداتا اللي موجود في السكند. طب لو عملتها الداتا اللي موجوده في الفيرست هتفرق؟ كده كده الاثنين بيساوي بعض، هتفرق؟ فلو كتبتها سكند او فيرست واحده، مفيش فرق يا معلم. خلاص، في حاجه ثانيه جوه الاف؟ لا، لو كانوا بيساوي بعض اطبع، ما يساويش ما تطبعش، مفيش حاجه ثانيه، مفيش إلس ومفيش اي حاجه، تقفل كده الاف. يتبقى لك ايه؟ مش مشكله. عايز تعمل اند لاين ماشي. ده لو هم اكتر من حاجه هتتكرر، يا غالبا بيبقى عنصر واحد. تمام. مش لازم اند لاين، ممكن اند لاين او مسافه، عشان لو عايزهم كلهم يظهروا في سطر واحد. المهم نكمل كده. دي جمله الاف. في حاجه ثانيه تتعدل او في حاجه ثانيه مطلوبه؟ لو بيساوي بعض اعمل نص انك تعمل انكريمنت، او انك تخلي النكست يشاور على اللي بعد النكست، خليه يروح للي بعده. مش احنا قايلين ان الفيرست هيفضل زي ما هو، والنكست هيبقى اللي بعد الفيرست، ويقعد يتعمل ابديت لحد الاخر يكمل اللي بعده. يبقى سكند هتساوي سكند نكست، صح؟ ده الابديت بتاع، لو انت مركز ده يعتبر الفور داخليا، شايفها وايل بس ممكن تتكتب على انها فور. ده شرط الابتداء بتاعها، وده الشرط الكونديشن بتاعها، وده الابديت. عايز تكتبها وايل ماشي، عايز تكتبها فور ماشي. الفور هتبقى اوت، انا عارف، بس انا بحرك لك دماغك، مش لازم يبقى دايما فور، انت حر، وقايل لك انها هي ممكن. خلاص. طيب ناقص لك الابديت بتاع اللوب الخارجيه، ان الفيرست هتساوي فيرست نكست، هتروح للي بعده بقى. يبقى الفيرست هتساوي ايه؟ فيرست نكست، ودي ممكن تعتبرها ابديت للفور الخارجيه. تمام. كده في اي مشكله في الكود ده؟ بكده يبقى انتهى الوايل بتاعك. يعني ادي الوايل بدايه ونهايه، وده الوايل بدايه ونهايه، ناقص لي نهايه الفانكشن، ومفيش اي حاجه ثانيه تتعمل. في اي مشكله عندكم في الكود؟ لا.
سهل انك تيجي فايند دوبليكتس. كويس، نيجي بقى للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عايزين نعمل سورتنج، سورت ا لينكد ليست. عايز اعمل سورتنج للينكد ليست. طبعا انت عندك اكتر من طريقه من طرق السورتنج. لاحظ ان في طريقه من الطرق، يعني احنا هنحاول دلوقتي نطبق اسهل طريقه فيهم. اسهل طريقه اللي تعتبر مين؟ الانسرشن بابل. اسهل حاجه انك بتعمل البابل، بتقارن القيمتين دول ببعض. لو كان واحد منهم اكبر، حسب انت بترتب الاول تصاعدي ولا تنازلي. احنا على فكره هنرتب هنا تنازلي من الكبير للصغير. طب من الكبير للصغير يبقى انت هتقارن اول اتنين ببعض. لو الاولاني اكبر من الثاني يبقى خلاص مفيش مشاكل، لو اقل منه يبقى تبدل. بالشرط اللي احنا هنعمله هتقارن واحد باللي بعده، لو اقل منه تبدل. طبعا لو عايزها ترتيب تصاعدي يبقى تعكس الشرط، مفيش مشاكل. على فكره في نوع من انواع السورتنج هتتحسن قوي، هتبقى اسرع قوي لو اتعملت باللينكد ليست. هو مين؟ الانسرشن سورت. اشمعنى؟ لان انت مش هتحتاج وقتها انك تحرك الشيفتنج ده، مش هيبقى ليه اي لازمه. الشيفتنج ده مش هيكون ليه اي منطق عندك، انت مجرد بس لما تلاقي المكان الصح اكسر اللينك اللي قبل، حط العنصر ده وخلي العنصر ده يشاور على اللي بعده بس. ففي الانسرشن سورت عمليه الشيفتنج نفسها هتبقى سهله جدا، مجرد لما تلاقي المكان الصح بتاع العنصر تعمل له انسرشن خلاص. الانسرشن بيبقى سهل جدا في مين؟ في اللينكد ليست. تمام؟ طيب ازاي هتعمل السورتنج؟ انت فاكر عندك في العاديه مش كنا احنا بنعملها فور لوب؟ هنا برضه هنعمل حاجه تشبه الفور لوب. برضه هيبقى ليك ابتداء انك بتبدا من فيرست نود، ويبقى عندك سكند. الفيرست والسكند دول هيقعدوا يتحركوا، بتشبه على فكره الفايند دوبليكتس اللي فاتت دي. فانت هتعمل الاول الفيرست، عندك الهيد اللي هو اول الاري، اسف اول اللينكد ليست، معلش ما نجيبوها بعض قوي. اول اللينكد ليست وهتاخدها، هيبقى عندك ثلاث عناصر هتعملهم اللي هو الفيرست والسكند والتمب. مين التمب ده؟ بتاع السواب. مش انت كنت عندك هناك بتعمل سواب؟ التمب ده بتاع السواب. لاحظ انك لما تعرف اكتر من بوينتر مع بعض في نفس السطر، كل واحد لازم يكون معاه النجمه بتاعته. الموضوع ده ضروري، الكلام ده من السنه اللي فاتت بس جاست فور ريمايندرز. تفتكر ما ينفعش لما تعرف اكتر من واحد مع بعض في نفس الوقت انك تسيبه كده، لازم كل واحد بالنجمه بتاعته. هيعتبره ستراكشر عادي. تمام؟ هيعتبر انك بتعرف ستراكشر. طيب احنا كده عملنا البوينتر اللي هو بتاع التم. كويس، هنبدا بقى اول حاجه الفيرست هتساوي هيد، ده اكيد لانك بتبدا من البدايه. والسكند مش مشكله دلوقتي، اللي يهمني ان التمب بتساوي نيو نود، بتعمل ستراكشر جديد جوه البوينتر. فاكر دي؟ لما بتيجي تعمل بوينتر بتحط له قيمه عن طريق النيو. دايناميك الليكيشن. القوسين دول ده انت لو شغال اوبجكت اورينتد، يعني لو عايز تدي قيمه ابتدائيه، بس هي انا مش مهم. الاستراكشر ممكن تستخدمه ككلاس شويه. فالاقواس دي لو حطيتها ماشي، لو ما حطيتهاش مش مشكله. وجودها او عدمه مش هيفرق معاك في التنفيذ. خلاص؟ الاقواس دي اوبشنال. اوكي؟ يعني هو بيعمل الاستراكشر ده كانه كلاس عادي. كانه. بس طبعا ما فيهوش مزايا بتاعت الكلاس في الانهيرتنس والكلام ده كله. لكن ممكن يتعمل له زي كونستراكتور. انك لو عايز تبعت، هو دلوقتي بارامتر ليس. ملوش دخل معين. عشان كده ممكن ما تكتبوش اصلا. لكن لو كتبته، لو في دخل معين، لو انت عامل كونستراكتور للبتاع ده للنود، ممكن تبعت فيها قيمه ابتدائيه لو عايز. بس الموضوع ده يعني محدش بيستخدم بيه قوي. انت لو عايز بقى كونستراكتور اوبجكت اورينتد تعملها كلاس وخلاص. خلاص نكمل. طيب كده احنا عملنا التم، بقى فيه عنصر جديد انا محتاجه عشان ده اللي هحط فيه قيمه وابدلها عشان اعمل موضوع ايه؟ السوابنج. فوق ازاي؟ ممكن على طول تروح قايل تم بتساوي نيو في الانشاليزيشن، مش مشكله. وممكن تعمل فيرست بتساوي هيد هنا برضو، مش مشكله. طيب وايل فيرست لا تساوي النل، ان هي تعتبر نفسها وايل فيرست، الاثنين زي بعض. هتعمل ايه بقى؟ احنا كنا بنعمل ايه في الثانيه في البابل؟ انت بتبدا، كانت فور لوب بتبدا من اول البابل، من اول اري، من اول زيرو.
دي كانها تعتبر الانيشاليزيشن بتاعتها صح بتاعت الفور لوب وده الكونديشن الفور لوب الداخليه الانيشاليزيشن بتاعها هيكون مين من اللي بعد الفيرست فالسكند هتساوي فيرست نيكست من اللي بعد الفيرست ده الانيشاليزيشن بتاعه واللوب وايل السكند اللي هتساوي النل برضو زي الثاني وبعد كده المقارنه لو الداتا بتاعت الفيرست اقل من اللي بعدها يبقى تبدل عشان تجيب الكبير ناحيه الشمال بالتالي ترتب تنازلي طيب هتبدل ازاي سوابنج بقى يبقى التمب الداتا بتاعتها هتحط الفيرست في التمب هتحط الداتا اللي في الفيرست في التمب بعد كده السكند هتكتبه على الفيرست واللي كان في التمب هتحطه على السكند اللف بتاعت السوابنج انت كده هتعقد الموضوع انت عايز تغير الداتا مش البوينترز يعني الفكره كلها في السمبلسيتي انك عايز تبسط الحكايه قدر الامكان لو كان في الاستراكشرز نفسه اكتر من بعض الداتا كان مثلا نعمل سوبر الاحسن هيكون انك تعمل فيها بوينتر وقتها بس احنا عايزين نخلي الموضوع بسيط تمام مش عايز ادخلك في قصه البوينترز وان كان الصح انك تعدلها بالبوينتر تمام التمب الداتا بتاعتها بتساوي فيرست داتا هتجيب الداتا بتاعتها هتحطها في التمب ده معناه انك مش لازم تعرف الاستراكشر ممكن تعرف متغير انتجر عادي فكنت هتغير البيانات بس بتاعت الداتا هتحط الداتا في التمب داتا وبعد كده السكند هتحطه في فيرست وبعد كده اللي في التمب هتحطه في مين في السكند تمام عشان تعمل حركه السوابنج واحنا عاملينها قبل كده كتير بكده انتهت السواب فيها مشكله طيب الابديت بتاع الفور الداخليه هيكون ايه سكند بتساوي سكند نيكست يروح للي بعد والابديت بتاع اللوب الخارجيه الفيرست بتساوي فيرست نيكست طبعا انت عارف انك ممكن تكتب ده في شكل فور انت حر تمام وبكده تكون انتهت البابل سورت فيها اي مشكله في اخر حد خطوه خالص اللي هي ديليت تمب يعني ايه ديليت تمب يعني الاستراكشر اللي انت كنت حاجز له مكان هنا الغيه وحاجه زي كده مهمه الفيرست والسكند ما هما الا بوينترز لكن ده حاجز مكان حقيقي في قيمه معينه في فرق ما بين بوينتر مجرد مكان بيخزن عنوان وفي فرق ما بيكون في مكان محجوز فعلا وبيشار عليه البوينتر اللي اسمه تمب فتمب بيشار على مكان محجوز بالفعل عشان يساعدني في عمليه التدوير بس في نفس الوقت في عمليه السوابنج يعني بس في نفس الوقت في اخر الفانكشن ملوش لازمه عندي يفضل ان هو يتلغى تمام وعلى فكره الحكايه دي مهمه مش معنى لان في عندك مثلا في برامج لما بتيجي تشتغل انت مثلا فايرفوكس لما بتيجي تشغله عندك انت بتشغله قد ايه في ناس بيشغلوا البراوزر ده من اول ما يفتح الجهاز لحد ما يقفله صح في ناس بيفضلوا فاتحينه طول الوقت طول ما انت فاتح الجهاز المشكله انك لما بتبقى فاتح برنامج البرنامج شغال عندك اهو كل شويه بيحجز ميموري لاي صفحه تفتح المفروض لما تيجي تقفل الصفحه ينهي وجود البيانات بتاعتها متغيرات بقى والحاجات اللي ظهرت في الصفحه كلها للاسف في بعض البرامج زي الفايرفوكس واعتقد الناس ممكن يكونوا ملاحظين كده مهما قفلت صفحات لسه برضو واخد مساحه كبيره قوي من الرام رغم المفروض لما تقفله يتخلص من البيانات اللي فيه لكن للاسف ما بيعملش الحاجه دي ليه هو بيعتبرها ان هي نقطه بتدي له نقطه سرعه انك محملها قبل كده على الرام ولما تيجي تفتح الصفحه دي بعد كده هتتفتح بسرعه بس مش دايما انت كده بتقنع عليا لما تاخد من الرام اكتر من اللازم بتقل الجهاز كله بس هو بيعتبرها نقطه سرعه عنده مش عارف ليه لحد دلوقتي مش راضيين يغيروها عامله مشكله كبيره وعشان كده انا بستخدم جوجل كروم اكتر تمام فهي الفكره انك بعد ما كنت استخدمت الميموري بتاعتك لازم تلغيها يفضل انك تلغيها بسرعه قدر الامكان نعم للاسف كده كده انت عندك مساحه معينه للرام اللي ممكن ياخدها برنامج معين تقريبا اخره ان هو ياخد 2 جيجا البرنامج الواحد اخره 2 جيجا يعني انا عندي في الجهاز مثلا الرام كبيره قوي توصل لتقريبا 32 فعادي لو عايز برنامج ياخد 2 جيجا ياخد مش مشكله فايرفوكس فعلا ساعات بيوصل لجيجا ونص واثنين ويهنج لوحده ويعمل ريستارت لانه اخره كده اخره 2 هو ما يقدرش هو نفسه يزيد تمام دي علاقه بالكوكيز لا الكوكيز ده موضوع ثاني خالص مش عايزين نتكلم فيه نعم اول علامه صح هو يعني ليها معنى اساسي
ما هي اساسا لما انا عملت الاستراكشر وعملت التلج هو كده حاجه زي كده ماشي. اه ليه يعني لما عملت ستراكشر على فكره البوينترز دي مجرد بوينترز عناوين، ما عملتش اي ستراكشر، ما حجزتش اي مكان. اللي فوق دول مجرد عناوين، ما حجزتش اي مكان تقدر تتعامل فيه مع داتا معايا. وبالتالي انت حاولت انك تشاور على تيم داتا ومفيش اصلا داتا، هتبوظ الدنيا. عشان كده لازم تعملوا نيو نود عشان تحجز مكان فعلا. الباقيين دول الليست اصلا محجوزه، انت عامل ليست قبل كده تتعامل معاها خلاص. يبقى جنرال كده لما تيجي تتعامل مع البرنامج بتاعك حاول تتخلص من الميموري اللي انت مش محتاجها اولا باول. انا الموضوع ده انا ما عملته عندي في الماجستير، لما كنت بعمل الكود كنت بلاحظ ان الكود بتاعي لما بيعمل ران في بدايته مثلا بيبقى حوالي قول 30 ميجا، ممكن كمان شويه يوصل ل 700 ميجا، وساعات بيوصل ل 2 جيجا ويقفل، لان في جزء معين في الكود كان كل شويه بيحمل فيه بيانات تزيد 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 لحد ما ضربت العمليه. فلازم تخلي بالك من الحاجات دي لانها بتفرق معاك في البرفورمانس في الاداء لما تيجي تنفذ حاجه معينه. الحاجات دي مهمة ما تستهونش بيها. تفرق في المساحة بتاعتك اثناء استخدام برنامج معين، انت مشغل فانكشن شغال لفترة طويلة. فالفانكشن دي مثلا فيها بيانات كل شوية تتراكم تتراكم، وانت اصلا ما بقتش محتاجها دلوقتي. فالحاجة اللي انت مش محتاجها اعمل حسابك انك تلغيها اولا باول. تمام؟ كويس كده احنا خلصنا السورتنج. في اي مشكلة؟ ندخل على اخر حاجة عندنا خالص. والسؤال ده عايز فكرة ظريفة شوية. write a function to return nth node from ايه؟ the end of the linked list. يعني ايه الكلام ده يعني؟ لما لو كان عندك linked list مثلا فيها مثلا نقول خمس عناصر، انت عايز العنصر الاول من ورا اللي هو مين؟ الاخير الخامس. لو هي فيها خمس عناصر اللي عايز الاول من ورا يكون الخامس، تجيبها ازاي؟ تعالى كده نشوف الافكار ازاي اقدر اجيب حاجه زي كده. عد النودز بتاع لينكد ليست، وبعدين ادخل يعني ادخل للعنصر اللي انت عاوزه من العدد بتاعك. يعني انت لقيته خمسه وعاوز تروح للرقم الاول من ورا. اه الاول من ورا، لاحظ ان الدخل بتاعك مطلوب الاول من ورا. انت هتجيب مثلا عدد عناصر خمسه. اه وبعد كده هتعمل ايه؟ انت عاوز بقى العنصر الاولاني من ورا، اه تعمل عدد العناصر بتاعتك خمسه ناقص الاولاني من ورا ده يعني خمسه. يعني هجيبها منين برضه؟ برضه مش هيثبت. عدد العناصر كلها ناقص اللينك ناقص الادرس اللي انت عايزه من ورا زائد واحد. ايوه خمسه المفروض خمسه ناقص خمسه زائد واحد. اسف خمسه ناقص واحد زائد واحد تدي لك العنصر الخامس عشان توصل له. طب لو انت عايز الثاني من ورا تبقى خمسه ناقص اثنين تدي لك 3 زائد 1 يبقى رقم 4. هو فعلا الاندكس بتاعه 4. تمام؟ دي طريقه بس فيها عيب، لانك لازم تعدهم الاول. هتمشيهم واحد واحد عشان تعدهم، وبعد ما تعدهم هتعمل ايه؟ هترجع تمشي عليهم واحد واحد تاني لحد ما توصل للاندكس اللي انت عايزه وترجعه. ومحتاج انك تعمل تنادي على الداله بتاعت اللينث. ماشي دي طريقه. في طريقه تانية ممكن تتعمل اللي هي ايه؟ تروح عامل ريفرس ليها، وبعد كده توصل للاندكس اللي انت عايزه، وبعد كده تعمل ريفرس تاني عشان ترجعها لاصلها. بس طبعا دي عمليه كوستلي قوي، تقعد تبدل اللينكات كتير. دول فكرتين ماشي ممكن نعملهم على اساس الحاجات اللي اتاخدت من شويه. طب ايه رايك بقى؟ انا عايز اعمل فكره جديده ملهاش دعوه باللي فات. عايز اعمل فكره جديده ملهاش دعوه باللي فات. شوف كده معايا، انا لو عندي مجموعه عناصر، معلش انا عاملهم في شكل اري، ماشي اعتبرهم في شكل اري. انا مثلا عندي ده اندكس 1 2 3 4 5. لاحظ ان انا مش لازم ابدا بالصفر، انا حر. وهنا على فكره قصدي الاول من ورا يبقى اللي فعلا بواحد. ادي 1 2 3 4 5. انا مثلا هعوز الثاني من ورا مثلا. شوف كده، انا لو عملت بوينتر، ركز معايا، لو عملت بوينتر بيبدا من اول البدايه هنا لحد النهايه. النهايه على فكره مش اللي هي الخمسه، النهايه اللي هي النل، صح؟ لو عملت بوينتر بيبدا من البدايه لحد النل، حلو. وعملت بوينتر تاني ماشي مع البوينتر الاولاني، لو بدا من البدايه هينتهي عند النل برضه، صح؟ السؤال هو لو اتاخر عنه بنود واحده
هيوصل فين؟ هيوصل للاول من ورا. طب لو اتاخر اتنين يبقى هيوصل للتاني من ورا، ولاحظ انه بيبقى ماشي مع البوينتر اللي فوق. لو اتاخر تلاتة هيوصل للتالت من ورا. ايه رايك في الفكره دي؟ وديني ماشي مره واحده، ما بقعدش اروح واجي زي الطرق التانيه. الطرق التانيه كنت لازم الف عليهم كلهم عشان اعرف العدد، وبعد كده اروح جايب ده ناقص ده والف عليهم تاني لحد ما اوصل للي انا عايزه. تمام؟ هنا انت مش محتاج تلف مرتين، هي مره واحده. هي مره واحده. بس الفكره ظريفه، انا عامل اتنين بوينتر، الاتنين ماشيين مع بعض على التوازي، لكن التاني بيبدا متاخر عن الاولاني بالاندكس اللي انت عايزه. انت لو الاتنين ماشيين في البدايه مع بعض كان الاثنين هيوصلوا للنهايه مع بعض. طب لو الثاني اتاخر واحد يبقى هيوصل عند قبل النهايه بواحد، لو اتاخر اثنين هيوصل عند قبل النهايه باثنين. صح الكلام؟ يبقى دي الفكره الاساسيه في الشغل بتاعك. طبقها ازاي؟ هتعمل فانكشن. الفانكشن دي الدخل بتاعها مين؟ النود بتاعت الهيد، والاندكس اللي انت عايزه من ورا اللي هو الان، وهترجع لك بوينتر للحاجة اللي تلاتة للعنصر اللي انت عايزه. مش انت عايز العنصر عند الاندكس ده؟ يبقى ده بوينتر للعنصر اللي انت عايزه. حلو الكلام؟ طيب احنا دلوقتي هنعمل، لحد دلوقتي في عندنا كام بوينتر؟ اتنين. انا مش محتاج غير اتنين بوينتر بس. بوينتر هيلف عليهم واحد واحد وده هسميه تم. بوينتر تاني اسمه البي. البي ده هو اللي انا عايزه. او الان بس لو عايز تسميه ان. يبقى في عندك النود اللي هو البي نود بتساوي نل. القيمة الابتدائية بتاعته بنل. وعندك واحد تاني اسمه تمب بيبدا من النل. رغم ان هي مش هتفرق كتير ان هو يبدا من النل. ليه؟ عندي رقم اسمه كرنت اليمنت، ده مقدار التاخير. بس انت بتقول انه عايز يتاخر شويه، هجيب التاخير ده ازاي؟ هعمل عداد يقعد ماشي. مثلا عايز يتاخر عنصرين، مش هو الدخل بتاعك اتنين؟ اول ما كرنت اليمنت دي توصل عند الاثنين ابدا خلي البوينتر التاني يشتغل. صح؟ مش دي الفكره، انا عايزه يتاخر شويه في شغله، يبقى هيبدا متاخر، يبقى لازم اعرف امتى يبدا متاخر، وبعد كده اخليه يبدا وقت ما يجي الوقت المناسب. صح الكلام؟ طيب فهعرف فين المكان المناسب عن طريق مين؟ العداد اللي هو بتاع الكرنت اليمنت، بيبدا في الاول بايه؟ بصفر، لانك لسه ما بداتش. لاحظ ان دي اول مره بقى ان انا اعملها لك كفور لوب. فور لوب صريح. فور لوب، تمب نوت بتساوي ايه؟ هيد. وكده كده هتتنفذ، عشان كده ملهاش لازمه انك تعمل النل ده اصلا. عملته او ما عملتوش مش فارق. كده كده انت هتكتب بدل النل قيمه الهيد. البيث نود لا، مهم ان هي تبدا بنل. ليه؟ افترض واحد استهبل وداله اندكس مش موجود. فانا عمري ما هبدا البوينتر الثاني، عمره ما هيبدا عد من الهيد زي الثاني. هيفضل زي ما هو بنل. فلا ده لازم ياخد نل. تمام. يبقى دي الفور لوب بتاعتك. الشرط الابتدائي اللي هو مين؟ ببدا عند التمب بتساوي هيد، والشرط الخروج تمب نود لا يساوي النل، والابديت تمب نود بتساوي تمب نود نيكست. كده شغل فور واضح. اللي فاتوا كنت ممكن تعملهم بده، والفور دي ممكن تحولها لوايل حر. خلاص. طيب ايه اللي هيحصل جوه الفور لوب؟ متوقع ايه؟ اولا الكاونتر لازم هيزيد. الكاونتر كل شويه هيتعمل له ابديت، ولازم في جزء من الكود هيعمل لي حركه انك اول ما توصل عند العدد اللي انت عايزه ابدا عد، وبعد العدد اللي انت عايزه كمل عد. وكده كده لما توصل للنل، لما يوصل التمبل للنل البوينتر الثاني ده هيوصل للي انا عايزه. تمام. تعال نشوف الترتيب بقى. اول حاجه كرنت اليمنت بلس بلس، دي اول حاجه. تاني حاجه اف كرنت اليمنت بتساوي ان، او في حاله ثانيه لو كرنت اليمنت ناقص ان بتساوي صفر، يعني لو وصل العد بتاعك للرقم اللي انا عايزه ابدا. ابدا دي يعني ايه؟ يعني خلي البوينتر يبدا عند مين؟ الهيد، بحيث على ما ده يوصل للنل بتاعه هيوصل لمين؟ هيوصل للبيث لمين؟ للاليمنت اللي انت عايزه. طيب لو الكرنت اليمنت بتساوي ان، البيث نوت هتساوي الهيد. طب ما بعد كده؟ انت دلوقتي واصل الكرنت اليمنت لو بواحد والان بواحد، يبقى هيبدا العد. طب الكرنت اليمنت مش هتبقى اكتر من الواحد بعد كده؟ المفروض لما تكون اكتر من الواحد البوينتر هو كمان هيمشي زي ما التمب بيمشي. طب والتمب بيمشي ازاي؟ التمب نود بيمشي، التمب نود بتساوي التمب نيكست، يبقى البيث نود هيساوي هو كمان ايه؟ بيث نود نيكست. يبقى لو الكرنت اليمنت اكبر من الان فيما بعد الرقم اللي انت وصلت له او اللي انت عايزه، زود البيث نود خليه يوصل للنيكست بتاعه. وفي الاخر خالص بقى بعد ما تنتهي الفور لوب هتقول لو البيث نود
وجودها في الاف دي معناها ان هي لما لا تساوي النل هتعمل ريتيرن للبيث نود. طب لو كانت بتساوي نل في الالس ترجع نل. تمام؟ انا معاك ان هي ملهاش لازمه تقول دي، كفايه انك تقول ريتيرن للبيث نفسها. لو ما كانتش بتساوي نل يبقى هترجع القيمه اللي ما بتساويش نل، ولو هي نل يبقى خلاص بنل، ملهاش لازمه انك تعملها اف الس، عارف؟ واحسن من اكتبها كده، بس انت بتكتبها كده عشان توضح الفكره بس. لو حد تاني شايل دول وعملها مباشره من كده ريتيرن للبيث، اسف مش بول، برضه كده صح. ريتيرن بيث نوت على طول احسن من اللفه دي، انك تشيل الاثنين دول، يعني تشيل دي ودي ودي. تمام؟ دي اخر واحده، في اي مشكله؟ طيب ايه رايكم بقى نشوف الكود نجربه؟ الكود موجود عندك، ادي البوينتر، ادي قصدي الستراكشر بتاعك اللي هو النود اللي فيه الحاجه، ادي داتا ونكست. طب سؤال، واحنا في النقطه دي لاحظ ان البوينتر ده ما اشتغلش، او البوينت دي ما ينفعش ان انا اعملها لينكد ليست غير لو الداتا بس ارقام. طب انا لو عايزها حروف، طب انا لو عايزها فلوت، طب انا لو عايزها دبل، طب لو عايزها اي نوع ان شاء الله ستراكشر. انت كده دخلت في فكره التمبلت. الاستراكشر ده استراكت نود، لو حولته للتمبلت هتقدر تعمل لينكد ليست لاي نوع. ازاي تحول ده للتمبلت؟ انك هتعمل قبل الاستراكت موضوع كلمه تمبلت وكلاس مش عارف ايه، وتغير الانت ده يبقى مين؟ يبقى النوع اللي انت عايزه التي، وبكده تقدر تعمل لينكد ليست لاي نوع يخزن جواه يعني كبيانات اي حاجه، سواء دبل انتجر فلوت ان شاء الله ستراكشر. ايه المشكله لما اتعرف عنصر من عناصر ستراكشر؟ ستراكشر تاني غيره، ايه المشكله؟ ما فيهاش اي حاجه. تمام؟ سؤالك ايه هو الايه؟ التمبلت دي احنا واخدينها في اجازه الصيف، ارجع للفيديوهات اللي موجوده انا رافعها على النت بتاعت الصيف، وارجع للكتاب، مفيش وقت ان انا اقعد اشرحها. الفكره كلها انك الاستراكشر اللي انت بتستخدمه او ايا كان النوع اللي انت بتستخدمه، فانكشن كلاس استراكشر، ممكن تخليه جينيريك عام مش لنوع معين، تستخدمه مع اي نوع. طبعا ده بيريحك، انا لو هنا عايز احط في اللينك ليست بتاعتي انتجر، طب لو عايزها دبل هعمل واحد تاني، طب لو عايزها فلوت كل شويه اعمل لي واحد، لا انا اعملها بشكل جينيريك استخدمه على الكل. خلاص؟ طيب لاحظ ان انا حاطط لك هنا مين دول؟ البروتوتايبس بتاعت الفانكشنز كلها. البروتوتايب بتاع الانت الانبوت ليست، انك عايز تدخل ليست، والديسبلاي لينكد ليست، والمفروض ان الاثنين دول اصلا انت واخدهم يعتبر في المحاضره، بس انا كده كده كاتبهم عشان تعرف تجرب. هتجرب ازاي وما عندكش ليست؟ لازم تجرب الاول بوجود ليست. تمام؟ فعندك الانبوت ليست والديسبلاي ليست عشان بعد اي تغيير اقدر اعرضها، وفي عندك اللينث ومدخل فيه استراكت اهو، والباقيين عاملهم من غير عادي، ممكن تحطها وما تحطهاش انت حر. تمام؟ وفي الريفرس وفي فايند دوبليكيتس وفي سورت وفي جيت الانث نوت فروم انت، في كل حاجه. وفي البدايه خالص انت بتنادي على الانبوت ليست وتجيب مين؟ الفيرست نوت وتعمل لها بوينتر، عشان بعد كده تنادي عليها في الديسبلاي الداتا اللي موجوده كذا، وبعد كده الكاونت بتنادي عليها عن طريق مين؟ اللينث، تجيبه في متغير اسمه ان كاونت وتعرضه، انت عندك كذا. وبعد كده الريفرسنج وبتعمل الريفرس، وبعد كده بتعرض الداتا نفسها في الديسبلاي، وبعد كده بتفايند دوبليكيتس، وهي كده كده بتعمل سي اوت، فايند دوبليكيتس لوحدها بتطبع مش محتاج لها حاجه. وبعد كده السورتنج، بتنادي الاول على السورت، وبعد كده بتعمل ديسبلاي للداتا. واخر حاجه بتقول له لو سمحت دخل الاندكس اللي انت عايزه من النهايه، وبتنادي على الفانكشن بتاعتك، ولو كانت النود ما بتساويش نل هتعرضها. لو النود ما بتساويش نل افترض انه ادالك اندكس مش موجود، لازم تعمل حسابك وتطبع له نو ساتش لو كانت النتيجه بنل. طبعا التفاصيل بتاعت الفانكشن دي مفيش وقت، انا مجرد عايز اعمل لك رن بس عشان تبقى شايف الكود عامل ازاي. هنا انا بدخلها بنظام الاري، دخل لي عدد النودز الاول عشان ما ادخلكش بتاع ايديت، دخل نود كل شويه لو عايز تطلع اطلع، هندخل في تعقيد شويه، فكفايه عدد عناصر وندخلها كاري وخلاص. مثلا خلينا في 6 عناصر. الداتا بتاعت الاولانيه 7. وبعد كده 1، لحظه انا عامل رساله بس تقول لك انا دلوقتي بدخل الاولاني ولا غيره؟ ففيرست انسيرتد انا عارف ان انا كده دخلت الاول. وبعد كده 1، ادي ده يعتبر في النهايه في اللاست. وبعد كده مثلا 9،
بعد كده كمان واحد عشان يبقى فيه تكرار، واربعة وخمسة، وهتلاقي ان النتيجة ظهرت اهي بالترتيب اللي فوق، سبعة واحد تسعة واحد اربعة خمسة، دي نفس الداتا من غير اي تغيير. اللينس بتاعها كام؟ ست، بس انا جايبها عن طريق العد مش من الرقم اللي انا جايبه. وبعد كده ريفرسنج هتلاقي ان الترتيب اهو بقى 7 1 9 1 5 4 عكس اللي فوق بالظبط. والدوبلك الداتا هي مين؟ الواحد. والسورتنج هيعملها ازاي؟ ترتيب تنازلي 9 7 5 4 1 1. يبقى كده عمل كل الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب خلينا نجرب كده، لو اندكس انتوا عايزين كام؟ 4. 4 ده هو اللي هو يعتبر الاندكس بتاعه كلام كام من ورا؟ الثالث. يبقى نديله رقم 3 هدي لك ان قيمتها كام؟ 4. طب لو استهبلت واديت له قيمه مش موجوده اللي هي مثلا 7، لو عملنا رن كده على شويه بيانات برضه بسرعه، 7 1 9 1 4 5 6 مثلا 2، لو اديت له اندكس مش موجود اللي هو 8 لانه ما كان 7 عناصر، هقول لك نو ساتش نود اكزيستس. طبعا انت لما كنتش عامل حسابك على كده وحاولت تعرض بيانات بتاعه بوينتر بيشاور على نال، هيوقع لك البرنامج، هيوقع لك البرنامج ده، يعتبر ران تايم ايرور. بتحاول تنصر تدور على بيانات مش موجوده. لو عملتها بسرعه اهو، شلت ده شلت ده وشلت ده كده، انا بحاول اطبع. خلينا بسرعه كده في ثلاث عناصر عشان الموضوع ما يبقاش تقيل. لو ثلاث عناصر 1 9 1 4، ولو حاولت تجيب الاندكس 4 هوب، ايه اللي حصل؟ برنامج ستوب وركينج. انت معاك بوينتر بتحاول تجيب داتا وبوينتر بيشاور على نل او بيشاور على عنوان مش موجود او على عنوان ما تقدرش تجيب منه بيانات. على فكره المشكله دي بتحصل كتير، على فكره دي اكتر مشكله بتحصل اصلا في البرامج، ان بيكون في عندك بوينتر بيشاور على مكان غلط او مش موجود او بايظ وتحاول تجيب منه بيانات، بيروح موقف البرنامج كده. دي اكتر حاجه بتحصل، بوينتر بنل مش موجود المكان، فانت بتحاول تجيب منه بيانات وهو مش موجود اصلا، فطبيعي انه يوقف لك البرنامج وبيرجع لك قيمه لا تساوي الصفر، على انه حصل له مشكله ووقف. خلاص؟ حد عنده اي مشاكل في الكود في البرنامج؟ الكود ده ان شاء الله احنا بنرفعه ما فيهوش مشاكل. هو ايه بقى ان احنا نعمل دراسه بالاكسبشن؟ انت حر، عايز تستخدم اوبجكت اورينتد انت حر. مفيش كلاس لا، انت كده هتدخل على ستاندرد تمبلت. هي في موجوده فعلا، ولو بصيت في الكتاب هتلاقي الحاجات دي موجوده ككلاسز جاهزه، بس ما كانش ينفع ان انا اديها لك في الصيف لان انا كنت ما اعرفش الداتا ستراكشرز. كفايه انا اصلا اديت لكم ستاك وانتم كنتوا واقفين مذهولين. على فكره المفروض هتاخدوه تاني او اخدتوه، اخدتوه ولا لسه؟ ما لا اخدتوا ايه دلوقتي؟ اخدتوا اللينكد ليست وبعد كده ايه؟ بتزودوا برده في اللينكد ليست. الاسبوع الجاي لازم هتاخد الستاك، مش هينفع تطلع اصلا من الترم من غير ما تاخد الستاك والكيو. تاخدهم هتاخدهم ان شاء الله. انت كده كده عندك فكره من الصيف، هتتاكد بقى بس المره دي بوينتر مش بمصفوفه من جوه.